بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة بحجم عائلي. محتاجين حوالي 6 بيضات، أكبر حجم عندنا في الصالة هو ده. أنا دهناه زيت وكده. كده أول حاجة عندنا قلي بتاعنا، هنضيف عليه الفانيليا. استعمل زي ما انتوا عارفين مضرب كهربائي، أو لو ما عندكيش مضرب كهربائي استعملي خلاط لحد ما نحولها لخليط كريم. انا عايزاه كده. هضيف 350 جرام من السكر وابدا ان انا اقلب. شايف معانا خليط كريم؟ يعني هبدأ ان انا مجهزه الدقيق بتاعي، 400 جرام من الدقيق. احط النص الاول كده، وعلى السرعه المتوسطه، على السرعه اقل سرعه. خليه الجزء الثالث اهو. قوم بقى محطية مية على النار حوالي 300 350، مش هحتاجهم كلهم، ملي من المية. هغليهم كويس جدا ونرجع نضيفهم واحدة بواحدة، نشوف العجينة هتحتاج معانا قد ايه. ده حوالي هنا عندها 250 ملي من المية اللي بتغلي. طبعا الدقيق بيختلف من مكان لمكان، فكمية المية اللي هنحطها بتختلف. فانتي بتحطي الأول 250 وبعد كده بتضيفي. ممكن تحتاجي اللي هي 50 مللي كمان، ممكن تحتاجي أكتر، يعني ممكن تحتاجي 350 كله. فانا الدقيق بتاعي احتاجي 350 كله. كمان زي انت شايفة كده. ده آخر حاجة بقى اللي هنحط البيكنج باودر. عندنا باكت اللي هو التيك شير أو البيكنج باودر عندك. أنا هضيفه بس أرجع على أول سرعة عندي. محتاجين ان احنا نخفض كتير بعد ما نحط البيكنج باودر. نبدأ بقى ان احنا نصبها في الصينية بتاعتي. طبعا بتكوني اول ما تديكي الكيكة خالص بتكوني سخنة الفرن بتاعك، كل واحدة راحة في الفرن بتاعها. انا هحط الكيكة لحد اما تستوي عندي في الفرن. كده معانا قالب الكيكة من شكل الكيكة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن.
تركب المية بس، مية مغرية حتى تنفرد. في كده المية المغرية اتمنى الوصفة تعجبكم، ما تنسوش تقولوا ان انا طيبة وتشتركوا في القناة، واعجبكم الفيديو من الملايك وشير.